يعني ايه؟ مش اختي يا اسامه، زميلة تبقى امي، امي اللي خلفتني وما قالتش لحد انها خلفتني، امي اللي ممنوع عليا اقولها يا امه. وبعدين بقى في لعب العيال ده بقى، استهدى بالله بس وروق دمك، وما تنساش برضو ان قصقص ده ابن فرحات جوزي. كان جوزك؟ كان جوزي بس لسه ابوه، والواد معذور غيران على مرات ابوه. طليقة ابوه؟ طليقة الله، وانا كل ما اقول كلمتين هتنطلي ببقي؟ اتفضلي. عايزاك بالهداوه كده واحده واحده، وتصبر الاسبوع الجاي الشهر الجاي ان شاء الله العيال يلينوا في ايدك، وان شاء الله الصعب في ايدك يلين، اذا كان انا لنت وانا لسه هستنى زبده، وانت اللي زيك هيستنى لسه. انا عايز اخدك وانت لسه وقتك كده يا اخويا. بس سد على اللي فاضل لي، سد كده وصلوا بطولك معايا بلا خيبه. دي الطبخه كل ما تقعد على النار يبقى لها شقه اكتر. هم جم؟ ها، كل عادي، اياك تتكلم في حاجه النهارده، ما تبوظش الدنيا، بان انك تقيل وواثق من نفسك. امال فين قصقص؟ ما تردي عليا يا بنتي منصوبه الرقبه. قصقص راح فين؟ جدتي انا جوعت بقى، ما تيجي على مقصوف الرقبة ده يظهر نجيب حتة جبنة قديمة من جوه ونضرب جبنة بطيخ. بطيخ يقرع؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه فرحات؟ أنت لسه صاحي؟ ده أنا قلت الليلة دي بالك هدي وخلاص، هتنام نومه تعوض بيها السهر اللي فات ده كله. ما ينامش الليل الا ابو قلب خالي يا صاحبي. زبده برضه وحشني، طلت وشها وحشتني وهي بتقول لي صباح الخير يا فرفوري، ولا ايه؟ بتاكدني اللقمه وتقول لي امي يا جمل، امي يا جمل. فرحانه؟ طب بتعيط ليه؟ ليه البكا بس؟ دي دموع الفرح. اصل الوقت سيد ابني وعدني ان هي هتيجي تزورني، وانا عارف سيد لما يوعد لازم ينفذ وعده، عشان كده انا بعيط. انا فرحان يعني بعيط. ماشي يا فرحات، خليك عيط زي ما انت عايز، تصبح على خير. انت مال يا ابني؟ مالك ما تنطق؟ مخنوق يا سيد، مش طايق نفسي والله. يا دي الليله السودة علينا، في ايه؟ يا سيد مخنوق، الدنيا كلها مقفله في وشي. عرفت يا اسامه، مش لازم تخنقني معاك يا اخي. مالك يا ابني؟ كمل نومك يا سيد، خلاص مفيش حاجه، كمل نومك انت. يا صبر ايوب، بقول لك يالا، فيك حيل تطلع الغردقه؟ غردقه؟ ايوه، طالما على الاخر كده نط في اتوبيس بالليل، واول ما توصل الصبح كلمني. ولا مخنوق كمان مش هتعرف تسافر؟ ماشي يا سيد، ماشي، يلا مستنيك. سلام يا أس. رايحة فين؟ في ميعاد مع سالم بيه. اوكي اتفضلي. ممكن ادخل؟ اتفضلي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح عبد الرب، بشتغل هنا في القرية. ايوه شفتك قبل كده. في حاجة؟
بصراحة أنا مش عارفة عملت حاجة صح ولا غلط. أنا شفت جست بيصور حضرتك بالموبايل ده وحضرتك ماشي على البيتش. أنا عرفت إن حضرتك منع أي حد يصوره، عشان كده أول ما الجست طلب مني درينك نزلتهوله على طول وخدت منه الموبايل من غير ما يحس وجبته لحضرتك. وقاعد فين الجست ده؟ بصراحة أنا معرفش هو قاعد في أوضة كام، بس أنا سبته من شوية كان قاعد على البيتش. تعالي وريهولي. حاضر. يا سليمان حصلني على البيتش دلوقتي حالا. وتفتكري ده هيقربني منه؟ يقربك؟ انت ما تعرفيش سالم ممكن يعمل ايه لو عارف ان حد صوره. طيب والصور اللي انت صورتيها دي مش محتاجاها تاني؟ انا هجيب موبايل واصوره بكره صور جديده، انما الصور اللي انا صورتها دي انا هحتفظ بيها. انت ما تعرفيش انا عملت ايه عشان اعرف اصور. بس ده مش معناه ان احنا كده بقينا خالصين. مش فاهم انت مش لسه قايله ان مفيش عرض مكاني؟ كان قاعد هنا. دي اول مره تشوفيه ولا شفتيه قبل كده؟ لا اول مره اشوفه النهارده. ينفع كده يعني؟ ينفع ان السماح هي اللي تاخد بالها من حاجه زي كده؟ امال فين الزفت اللي بياخدوا الافات كل شهر عشان حاجه زي كده ما تحصلش؟ هنوصل له فين؟ سعادتك بس اطمن وكل حاجه هتبقى تمام. هو انت فاهم ان هو لسه موجود هنا؟ اكيد بعد ما لقى الموبايل بتاعه اتسرق عرف ان هو اتهرش ففلسع، مش شايف الدرينك بتاعه زي ما هو ما اتلبس. انت قلت لي اسمك ايه؟ السماح عبد الرب يا فندم. انت بقالك قد ايه معانا هنا يا سماح؟ يعني تقريبا شهر يا فندم. انا مبسوط منك قوي يا سماح، وعايز اكافئك على اخلاصك ده. رضا سعادتك عني يا فندم اهم من اي حاجه. انت مرتبطه يا سماح؟ قصدي اقول يعني مخطوبه، متجوزه، مصاحبه؟ لا يا فندم. انت منين يا سماح؟ من اسماعيلية. ياه، وايه اللي جابك عندنا هنا؟ يعني اكل العيش سعادتك. جدع يا سماح، انا يعجبني البني ادم اللي بيدور على اكل عيشه في اي مكان في الدنيا. بصي بقى احنا هنعمل ايه؟ انت هتيجي تشتغلي عندي في اليخت الخصوصي بتاعي. اهو يبقى منها شغل ومنها فسحه ويبقى اسمك كمان شفتي الدنيا. يخت؟ ايوه يا اختي. ايه مالك اتخضيتي قوي كده ليه؟ لا ابدا يا فندم، بس اصلي عندي دوار البحر. دوار بحر؟ يا خساره، ده انت كنت هتتبسطي قوي. فقريه بقى سعادتك تقول ايه؟ لا لا لا، ولا فقريه ولا حاجه. بصي بقى احنا هنعمل ايه؟ انت هتيجي تشتغلي في البيت عندي وهديلك ضعف مرتبك، هتبقي الميد الخصوصيه بتاعتي. الانسه سماح عبد الرب.